السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد، أهلا بكم في قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل شرح شابتر 3 أو الفصل الثالث منهج ديسكفر أو اكتشف كتاب كي جي 2 المرحلة الثانية أو المستوى الثاني كتاب كي جي 2. وزي ما احنا وصلنا المرة اللي فاتت لنهاية page 54 أو نهاية صفحة 54، النهاردة هنبتدي نشرح page 55 أو صفحة 55. وقبل ما نبتدي في الشرح، أتمنى إنك تكون شاركت الدرس اللي فات مع أصحابك علشان يقدروا يتابعوا معانا الشرح الجديد وكلنا نستفيد مع بعض. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معاك كتاب الديسكفر اعمل كشكول واكتب ورايا وذاكر منه، بلاش تعطل نفسك. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين عنوان البيج هنا فارم فلاج. فارم يعني مزرعة، فلاج يعني علم. فارم فلاج يعني علم المزرعة. وهنا بيقولك لو عندك مزرعة العلم بتاعها هيكون شكله ايه، هيكون عامل ازاي. وزي ما احنا متعودين على من التعليمات بتاعة كتاب ديسكوفر، الرسمة اللي بتبقى جنب العنوان بتوريلك انت هتستخدم ايه وانت بتذاكر الصفحة دي. فهنا في بنسل قلم رصاص، وكريون يعني قلم تلوين، يبقى احنا هنستخدم القلم الرصاص وقلم التلوين واحنا بنذاكر الصفحة دي مع بعض. والدايركشنز بتاعة البيج دي ديزاين، ديزاين يعني صمم. يور اون فارم فلاج يعني علم المزرعة الخاص بيك. own يعني ملكك، farm يعني مزرعة، flag يعني علم. يبقى design your own farm flag يعني صمم العلم الخاص بمزرعتك، العلم بتاع المزرعة بتاعتك. show your favorite animal، show يعني اعرض. your favorite animal يعني الحيوان المفضل بالنسبة ليك، الحيوان المفضل لديك. write the animal below، اكتب اسم الحيوان المفضل بتاعك ده اسفل الصورة. use your favorite color، استخدم اللون المفضل بتاعك. write the color below، اكتب اسم الكالر ده او اسم اللون ده اسفل الصورة. وزي ما احنا شايفين هنا هو سايب لك بوكس كبير او مربع كبير فاضي ترسم فيه العلم الخاص بالمزرعة بتاعتك، ترسم فيه العلم ده الحيوان المفضل بتاعك او الفيفوريت انيمال، وتلونه بالفيفوريت كالر او اللون المفضل بتاعك. وسايب لك مساحة فاضية هنا تكتب الفيفوريت انيمال وتقول وكاتب my favorite animal او حيواني المفضل هو كذا، و my favorite color اللون المفضل بالنسبة لي هو كذا. وهنا بيوري لك ازاي تصمم علم، وما تنساش ان العلم ده حاجة مهمة جدا بتشعرك بالفخر وتخليك مبسوط وانت شايفه قدامك. وبكده نكون انهينا البيج دي. الكلمات المهمة اللي فيها farm يعني مزرعة ولازم نحفظها برضو يا حبايبي. own يعني ملك، own يعني ملك. flag طبعا علم زي ما احنا قلنا. design يعني صمم، ودي كلمة جديدة ياريت تعرفوها حتى ولو بالسمع. favorite animal يعني حيوان مفضل. favorite color يعني لون مفضل. below اسفل الصورة. و use استخدم، و show اعرض. وبكده نكون انهينا page 55 ونتنقل على page اللي بعد كده، وهي بعنوان animal anthem. animal يعني حيوان، anthem يعني نشيد وطني او نشيد. animal anthem يعني نشيد الحيوانات. لو احنا عندنا، لو احنا هنصمم نشيد نقول فيه اسم الحيوان المفضل بتاعنا اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شوية، هنقول ايه؟ فأول نشوف الدايركشنز الخاصة بالبيج دي. بيقول لك sing يعني غني، a song أغنية، about your animal عن الحيوان المفضل بتاعك اللي احنا كنا بنتكلم عليه في البيج اللي فاتت. يبقى هتغني أغنية، sing a song، غني أغنية about عن your favorite animal أو your animal. your animal يعني الحيوان بتاعك. draw ارسم، pictures صور. to help you تساعدك، remember ان انت تفتكر. يبقى هترسم صور تساعدك ان انت تفتكر الحيوان ده، يبقى draw pictures to help you remember يعني ارسم صور تساعدك ان انت تفتكر الحيوان ده. وهو هتعمل لك بوكس كبير متقسم لاربع اقسام. هنا feet يعني اقدام، ears يعني اذان او اذنين، food
يعني طعام، needs يعني احتياجات. وزي ما احنا خدنا قبل كده في الدروس اللي فاتت ان كل حيوان ليه شكل الفيتس بتاعته، الاقدام بتاعته شكلها عامل ازاي، وليه شكل الايرز بتاعته، الايرز بتاعته عاملة ازاي، وليه الفود بتاعه، الاكل بتاعه، الطعام بتاعه عامل ازاي، بياكل ايه، خضروات ولا لحوم ولا الاتنين مع بعض ولا حشرات ولا ايه بالظبط. والنيدز الاحتياجات بتاعته اللي هي الحاجات اللي ذكرناها قبل كده علشان يعيش، وموجودة في الدروس اللي فاتت، ارجعوا لها علشان تعرفوا لو انتم مش عارفين. وهو حاطط لك الفور بوكسز دول، انت المفروض ترسم الفيت بتاعته اقدامه شكلها عامل ازاي عشان يفكرك، وترسم الايرز بتاعته ازاي شكلها علشان تفتكره، والفود بتاعه الاكل اللي هو بياكله شكله عامل ازاي، نوعه ايه، واخر حاجة النيدز اللي هو محتاجها علشان يعيش هي عبارة عن ايه. والكلمات الجديدة في البيج دي: انسم يعني نشيد، سينج يعني غني، سونج يعني أغنية، about يعني عن، draw ارسم، pictures يعني صور، help يعني يساعد، remember يعني يفتكر. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل على البيج اللي بعد كده، وهي page 57، وهي بعنوان similar and different. similar يعني متشابه، and و different يعني مختلف، يبقى متشابه ومختلف. والدايركشنز بتاعت البيج دي: draw ارسم، and compare. compare يعني قارن، compare يعني قارن. humans يعني البشر او البني ادمين، البشر humans، والمفرد بتاعها human يعني انسان. and your animal والحيوان المفضل بتاعك اللي كنا بنتكلم عليه في الصفحتين اللي فاتوا، in the similar and different short، في الخريطة أو في أو المخطط اللي احنا عاملينه ده below أسفل الكلام، ده اسمه شارت، خريطة أو مخطط أو نعتبره جدول حتى. هو بيقول لك هنا هترسم draw مقارنة يعني compare بين البني آدمين وبين الحيوان المفضل بتاعك، فهتحط الحاجات المتشابهة بين الحيوان بتاعك وبين البني آدمين في السيميلر ده في البوكس ده، والحاجات المختلفة بين الحيوان المفضل بتاعك وبين البني آدمين في الـ different box ده، أو في الـ تحت الـ الجزء بتاع الاختلاف ده. وهنا مثلا الحيوان بتاعك عنده ايه شبه الحاجات الموجودة عند البني آدمين، مثلا بس بياكل نفس أكل البني آدمين الـ vegetables أو الـ fruits، بياكل الخضروات أو الفاكهة زي ما البني آدمين بياكلوا، زي الأرنب مثلا بياكل الـ carrots، الـ gather بترسمها هنا في الـ similar part ده. في الـ different طبعا هتشوف ايه الـ different بين الحيوان بتاعك والبني آدمين، شكله مختلف عنهم في ايه وفي ايه وفي ايه، أكله مختلف عنهم في ايه وفي ايه وفي ايه، كل حاجة مختلفة بينه وبين البني آدمين. وبكده تكون أنهيت حل الـ page دي. الكلمات الجديدة هنا: compare يعني قارن، humans يعني بشر أو بني آدمين، similar يعني متشابه، different يعني مختلف، short يعني خريطة أو مخطط، below يعني أسفل. وبكده نكون أنهينا page 57 ووصلنا لآخر page في الشابتر ده. وقبل ما نشرح آخر جزء أحب أفكرك وأقولك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات علشان يوصلك كل جديد، ونذاكر مع بعض أول بأول. ونوصل لفقرة أسماء الشطار ولوحة الشرف اللي عرفت عن طريق التعليقات إن هم شاطرين وكويسين ومتابعين معانا كويس، وبابا وماما بيشكروا فيهم. والأسماء هي ريماس، كنزي، مورا، يونس، بشرة، ريناد، محمد أو محمد نصر، موسى، وعبد الله. شاطرين كلكم، حلوين، وربنا يوفقكم دايما. عايزكم دايما تبقوا متفوقين، وكل حبايبي الحلوين اللي بيسمعوني مستني اسماءكم في التعليقات علشان اقولها زي اصحابكم. ونوصل لاخر بيج في شابتر 3: 2 feet 4 paws، قدمين واربع مخالب. والعنوان بتاع البيج دي: who am I، هو يعني من، am I اكون انا، who am I من انا. وهنا سيب لك البيج دي فاضية خالص ترسم فيها
كل حاجة عنك، عايزك وانت بترسم في البيج دي تفتكر شوية حاجات، تفتكر انت مين، تفتكر اسرتك هي مين، مين بابا ومين ماما ومين اخواتك، تفتكر مدرستك، تفتكر بلدك، تفتكر علم بلدك، تفتكر المجتمع اللي انت منه، تفتكر الحيوان المفضل بتاعك واللون المفضل بتاعك. تقدر ترسم كل ده في البيج دي علشان تحدد انت مين. وبكده نكون انهينا البيج 58 واخر بيج في شابتر 3. وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من درس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الفيديو لاصحابك حتى لو في الفيسبوك او الواتساب، وخليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.